السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. واليوم أنا في معرض دار النخبة للسيارات، واللي يبغى يتابع حسابهم على سناب شات شوف عروضهم، هذا هو على الشاشة. التغطية اليوم عن السيارة الجميلة، السيارة الحلوة صراحة، اللي أمانة من هذا الشكل وزاد الطلب عليها بزيادة، فورد تورس 2022 فئة إمبيانتي ستاندر. قبل ما أبدأ بالتغطية، سعد أخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بسيارات، ويمكنكم إضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، انستغرام، تيك توك. طبعا سعر السيارة 124,200 ريال شامل الضريبة. قاعد نتكلم عن اللون هذا، أعتقد إذا كان يعني على حسب اللون يختلف السعر، ممكن أعلى على إذا كان غامق إلى آخره. فورد تورس سيارة سيدان كبيرة الحجم، جميلة. طبعا جت 2020 بهذا الشكل، تجميع الصين، وصراحة ما شاء الله جت بمواصفات أفضل. صحيح أن الناس تعزها وأنها ماركة أمريكية فيحبون التجميع أمريكي، لكن أمانة على وارد الصين اللي جاء تغيرت شوية وصار عليها الطلب الزيادة، وما شاء الله صارت تلعب حتى على المنافسين اللي أقل منها، يعني أخذت سوق المنافسين اللي بحجمها كذلك اللي أقل منها. لعدة أسباب صراحة، منها حجمها، منها صرفيتها في الوقود، نعومتها، والكثير من الأشياء. طبعا أبرز منافسينها تويوتا أفالون، اللي هم طبعا هيونداي أزيرا، كيا كادنزا اللي هي صارت حاليا كي 8، فذول هم أبرز المنافسين. برضو زي ما ذكرنا أنها دخلت على خط اللي أصغر منها، فمثلا بعض الأشخاص بدل ما يشتري سوناتا فول كامل أو كامري نص فول، ممكن يختار هذه السيارة كبديل. المحرك 2000 سي سي توربو إيكو بوست، طبعا محرك فورد، تقنية من فورد، 4 سلندر، نتكلم حدود 240 حصان، جير أوتوماتيك من 8 سرعات، طبعا نظام الدفع فهو أمامي. المواصفات الخارجية، الأنوار LED نهارية، عدسات LED عالي واطي، الإشارات هيلوجين، طبعا تطعيمات كروم خفيفة على زوايا الصدام، الشبك برضو في تطعيمات كروم خفيفة، هذا اللون الأبيض. الجنوط الستاندر 18، الكفرات الأمام من نوع ميشلان، مقاس الكفر يا جماعة الخير 245/50، والجنط 18. طبعا إشارات بالمراية، مرايات وضعية العلم اللي هي مفصولة عن القزاز جاي على البودي، وعندنا زيق كروم جانبي على الأبواب، إطارات النوافذ كذلك كروم. كمل للخلف، إضاءتها الخلفية ما شاء الله فول LED زي ما تلاحظون، عندنا عدد 4 حساسات خلفية، طبعا بنشوف 2 و2 في الزوايا عليهم قرطاس، وعندنا فتحتين الشكمان الخلفيات، أنوار لوح خلفية LED، إيكو بوست هو شعار محرك. ونروح للشنطة العملاقة، ما شاء الله تبارك الرحمن، نشوفوا مساحتها الجميلة. طبعا شوف سبير السيارة صراحة جاي أصغر، ننتقل لصرفية الوقود، وأكيد زي ما ذكرت لكم هذه أحد المزايا اللي لعبت فيها السيارة، 15.9 كيلو لكل لتر بنزين، تقييم ممتاز، وتستخدم بنزين 91. الآن ننتقل إلى الداخل حق السيارة. أول شيء نتكلم عن فتحة الذكية، طبعا هذا المفتاح صراحة تصميمه جميل أنيق، إغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، خاصية التشغيل عن بعد، وفتح الشنطة الخلفية، طبعا هذا هو المفتاح. الدخول ذكي منفذ الساق والراكب، لاحظت على فكرة السيارة مقفلة حاليا عن طريق المفتاح، نقفلها، فهذه ميزة جميلة، بمجرد نلمس المقبض بيفتح القفل على طول. المقاعد قماش فئة الستاندر، هي إمبيانتي كلها قماش، الفئة الأعلى منها في جلد قماش وفي جلد كامل. كرسي الساق كهربائي. نروح للمقاعد الخلفية، السنتر لوك موجود على جميع الأبواب، وهذه ميزة جميلة. فتحات التكييف الخلفية، شوف المساحة الداخلية صراحة شيء ممتاز أمانة. التكاية بالوسط، حملات أكواب 2، منفذين USB بالدرج، وعندنا هنا صندوق بسيط دخلك الخلف، يعني ممكن إذا عندك شيء طويل أو شيء فيه زي حق طبعا برا يستخدمون الزلاجات حق الثلج، فهذه نوع ما يعني احد الطرق اللي يثبتونها فيها او يدخلونها بالسياره. طيب اكمل لكم المواصفات، طبعا كرسي الراكب يدوي، بسم الله.
الحين أنا داخل السيارة، الزجاج كهربائي طبعا، زجاج سائق مدبل ما شاء الله. سنتر لوك طبعا هنا هنا وين السنتر لوك؟ بسم الله، هنا السنتر لوك موجود، وهذا حق أبواب الأطفال اللي قفلها ما يخليهم يفتحونها. كذلك الزجاج عندنا هنا كشاف الضباب الخلفي، هنا تحكم بالأنوار، وعندنا هنا تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية الإعدادات، وهنا فتح قفل الشنطة. هذه الفرميكة موجودة بالسيارة، وهذا هو دركسون السيارة طبعا رباعي، في تحكمات ما شاء الله، مثبت السرعة، النظام الصوتي، الأوامر الصوتية، هنا الشاشة هذه اللي هنا تعتبر النظام الترفيهي بالسيارة، والهاتف، وعندنا الشاشة هذه اللي هي RPM وعداد الرحلات اللي موجودة بالسيارة، وعندنا هنا طبعا عداد السيارة العادي، جير اوف 1 خلف المقود، وعندنا هنا طبعا الإشارات، وهنا المساحات، زر التشغيل الذكي، وشاشة معلومات تدعم خاصية أبل كار بلاي. طبعا للأسف برضو أنا توقعت يحطوا لها كاميرا خلفية يعني يميزونها شوي، ما في، لكن يعطيك الرادار حق ال طبعا الحساسات. وكيف السيارة لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، منفذ تايب سي، منفذ يو اس بي، منفذ هنا منفذ طاقة كلاسيكي، حاملات الأكواب عدد 2، جرانت كهربائي بخاصية تو هولد، نظام ستارت ستوب، توفير الوقود، وزر درايف مود طبعا. وهذا هنا التراكشن، وعندنا هنا التكاية مع مساحة تخزين ومنفذ طاقة موجود هنا داخل الدرج. أنوار السقف طبعا LED أمامية والخلفية، والشماسات فيها مراية مع إنارة ما شاء الله، دبل إنارة، مراية داخلية عادية ما هي تعتيم. هذه هي أبرز المواصفات. أصور لكم محرك الإيكو بوست الموجود على الفورد تورس. لا بكرة ما تخلص، لأن بكرة عفوا. بسم الله. طبعا هذا هو محرك الإيكو بوست، محرك توربو 2000 سي سي ما شاء الله، 240 حصان، عزمه ممتاز على حجمه، شايل السيارة ما شاء الله. كذلك يعني صرفيته في الوقود ممتازة، خاصة مع الجير اللي جاي طبعا 8 سرعات، فمريح السيارة. طبعا متابعين الكرام، السيارة هذه تستهدف الأشخاص يبحثون عن سيارة واسعة ومريحة، سيارة صراحة منظر جميل، ويستخدمونها استخدام طبعا يومي، يمسكون خطوط وعندهم أغراض، فالسيارة مساحتها جدا كبيرة حتى في الشنطة. أتمنى ما أكون طولت عليكم. طبعا الأمن والسلامة فرامل بي إس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 أحزمة أمان بشكل عام ستاندر، بس تأخذها مع إرباقات جانبية، وجنود 18، دخول ذكي، تشغيل ذكي، وتشغيل عن بعد. لا ننسى كذلك ما شاء الله تأخذها بشاشة تدعم خاصية بالكاربلاي، لكن للأسف بدون كاميرا خلفية، مساحة خلفية واسعة وجميلة، إنارات LED، سنتر لوك في جميع الأبواب. طولت عليكم، والسلام عليكم.